ظبطت عمرك طيب. هيك هيك هيك. قلت لك انسحب انسحب والاحواص السبب. كذب والله كذب حسين والله اسف والله اسف بالغلط سويتها. السلام عليكم شباب، شاركوا حلقتكم في جديد ياكم دودي. اوكي وضيف مو مهم حلقي هاي شيء لا لا نطبق على احد زمان عليه. شوف هاي المهم مكسفه ها بعدك ما تعرف ايش هي. شوف هسه هاي فرعون شو اسمه هو؟ اي هو النموذج هذا اريدك تسوي لي اياه. يلا 2000 years later. يلا هم خلصوا اكتبوا له اسماء مثلا افترض ابسط مثال ابن حوتم هيك شيء تسووا له اسماء الاسم الاكثر علاقات راح تختار اثنين ونسوي عليه تصويت وخير شيء يسموه يعني انتم راح تسموه ميمكم تمام تمام المفتاح بس حيكتب اي اسم له بالتعليقات. تعرف شو المحتويات هي؟ لا طيها ورا ثانيه طيها ما اعرف ايش ايش كاتب ما ادري. اللون الازرق ايزي، اللون الاخضر نورمال ما يطلع لكم هو، اللون الاحمر هارد. ثلاث الوان انا على بالك هيك الوان ايش الوان شال؟ لا كل لون انا اختار كل ايزي ماشي تغمض عيونك وتختار الذوق. اوكي يا شباب طبعا فيديو اليوم من اختراعي. يا اربع سهران يا اربع الصبح ما تنكر. المهم شباب طبعا لعبه اخترعتها اني انا اخترعتها والعباس لعبه المارد الازرق بس مو مارد ازرق اي شيء ما نستعمل جوال اصلا ما نستعمل موبايل ولا نستعمل شيء. شوف هو راح يفكر لك شخص مثلا يفكر لك شخص نفترض انا راح اساله 10 اسئله بس شخص يعني اي شيء مثلا عادي بالانمي شيء اي شخص المهم ميت عدل اي شيء بالاخير تقول ثلاث اختيارات مثلا فكرت ب دارون مثلا فكرت بدارون او ابو بنتين مثلا او بنتين او اي واحد يعني ثلاث اشخاص اتوقع فتهمهم. المهم اذا اجيبه صح هو ياخذ ورقه واذا اجيبه غلط انا اخذ ورقه ايش هو يسالني مره وارجع اساله مره وبعدين يصير بالعكس. المهم طب الفيديو على طول شنو يعني طب الفيديو هو يفتهمون جي 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 حجر رقم قص في روشك شاهد ما قريب ما ادري روشك وقف ليش جو سؤال اول انا من نوع اللي يعني من نوع تشنبو عليه بالتلفزيون قبل؟ اي جيد يطلع انا تذكرت اتفك؟ اي ثلاث اسئله خلصت جيد انا طبعا تشنبو 24 ساعه اسويه من فين وجهك؟ جيد في وجهك يعني ابطال اريد دور رئيس ترى ما شاء الله نيل ولا وبعدين ما صعب عليك شيء هو ما يصير هو مو كيف الشخص يعيش بالشجره ما في وجهك 6 لا من اللي خلقتها اميرة الحلوه لا وانت فكرت بهذا الحارس كبير ما اعرف اسمه لا تعرف اسمه مارسلي من جماعة الظلام لازم تذكر اسمه التالي اي من جماعة الظلام لا هذا والله جبالي من جماعة الثلج في هذه اللحظة أدرك أبو حمدان إن جاب العيد اي من جماعة الثلج اثنين معروفين جماعة الثلج بس لو البطريق لو ملك الثلج بس لو اثنين عرفهم يعيشون بس معاك السؤال إذا تقوله أنت تجي فزت يلا بس سلام سلام يلا سؤال واحد يلا يلا بعدك سؤال يلا 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 يا اخي بدو تعبت يلا 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 يلبس تاج شنو ما في لا ما يصير تسالي ليش ما يصير يعني؟ اي شخص يلبس تاج؟ اي 10 اسئله هاي والله بعد سؤال لو جانثر لو ملك الثلج ولا ملكة الثلج؟ ملكة الثلج ملكة الثلج ملكة الثلج ملكة الثلج فكر فيها ملكة ملكة الثلج ملكة الثلج ملكة الثلج الملكة لا اريد ملكة الثلج
ايزي يعني شوف نسي راح اطهياني هاي زي يعني ما توقعت هيك اعرف له ومن طبلي على الفيل وجهي كان قريت خسرت لا 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 يا عيني فك عيوني يا عيني ايش عليها سحبت ولا لا 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 ما سحبت لا لا ما ما سحبت ما اعرف والله يعني ما اعرف اصلا يلا يلا بس يلا ما ادق لك يلا بس ثواني للفكرة سحبت الخضرة خضرة جينا خضرة نورمال اوه امسك خضرة ايه علو جي جي كيف كيف بس كيف لا تقول لي هذا من السهلات كيف صدق كذب لا يا عيني افا عليك هيك كيف سهل عندك ترى يطلع لك اكو كفوف اكو جذورة اكو تحط جدر على راسك وطقه وعلي اطلب لك لجوه يلا كيف يعني كف اسكت كف يعني كف لا منك عم تشوفونك سلو موشن سووا لي اي تصميم بدي سلو موشن وحركات هذا كيف ربطت عيونك ثاني هاي كيف هاي كيف خليك محترم على كيف والله على كيف بس صوتي عالي والله على كيف والله على كيف ترى ما بطلت هاي اتوقع حتى انتم ما راح تعرفوه انا عارفه يعني تعرفه ذكر ام انثى ذكر خلاص سؤال انمي لا مو انمي شخصيه مشهوره على السوشيال ميديا ها لا شخصيه من اقربائك يعني قرايبك واصدقاء شو منو خلاص انا 14 وكله لا يعني جيد اداء جيد تحس راح افوز شو مريحة تفوز شخصيه شرسه شرسه قطعه السلسلة مشهور بمسلسل يعني مشهور بمسلسل ملابسه عاديه لو فخمه من هالسالون شلون جاني والله ما ادري اسالني لو شلون مسح صار اسالني لو عاديه فخمه واقول لك ملابسه عاديه عاديه السؤال غبي اكيد عاديه بالنسبه للبرنامج مالتي موطن مو بالتمثيل لا اصلي اوكي بس احسب عليك سؤال يلا طيب ايران اختار الثقافية مثل المسلسل المختار مثل المسلسل المختار بقعدك سؤال واحد حرم الله يجيد الرماية والأسهم قل لي يجيد الأسهم قلت له لقطة واحدة إليه جاد السهم وبس عرفت حتى ابلع ابلع بعيد بعيد ولا تعرفته ها حداك والله انا راح احايرك بين ثلاثه تحير بزمانك باع سارق الانوار سرقت منك الانوار حسن الاضواء طلعت على اختي مستعد راح اعيدهم مره واحده كيان حرم الله مصعب يا مصعب مصعب بن الزبير المشكله هذا مصعب انا باخر 10 حلقات هو مصعب كذا طيب طلع هواي اخر 10 حلقات كلها تخطي حرم الله جواب نهائي اسحب مو حرمله ما قلت لك حرمله اسحب ما قلت لك اسحب والشخص هو هذا افتح كيان ادري افتح كيان افتح مصعب مصعب افتح مصعب بن الزبير افتح يعني قلت لك مصعب بن الزبير افتح يلا كيان قل لي بتستخدم القوس اول لقطه طلع بيها كيان استخدم القوس لما المختار اجا خنزير للحقل امسك قيلات السهل ايزي لا 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 مو لا 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 افتح 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 هارد هارد جيد لا تقرا هاي تقرا هاي تقرا هاي تقرا هاي تقرا اكو وحده ما اريدها بس اكو وحده ما شنو هي؟ ايش قال لي بيها؟ شباب بيضا لي بس هاي استحق الهارد ولا لا حلوه يروح يروح لابوه يقول له اريد اتزوج قبل يزوجني باكر يورطه هلا يا ابوي يا ابوي حياك اسكت بس لا تخلي شكبيك جاي لا تخلي شكبيك جاي تسجل تروح كالاسد تسال يابا قول له يابا تتزوج كبر داري اسكت لا تضحك يقول له صار عمره 13 ها بشير راح تتزوج طبعا مباشر معزومين الغرفه فوق باكر خطيبه ان شاء الله معزومين دعوهم عامة للجميع قلت له يزوج عمره صار 13 تزوج ها انت جاهز
ماكو رفض، ما عنده رفض، ما يرفض قبل يلا زوجت. اقول له اضرب بسرعه على الزواج قبل اخواني الكبار. طبعا انا عندي ثلاث اخوان كبار ما مزوجين. يقول رقد ماما صار عمره 18. يا محمد هذا بتقول على روحك. ها والله انا قايل لك اللي هاي بس كذب والله كذب حسين والله اسف والله اسف بالغلط سويتها. هاك ايوه علي اسف دمت اوفر قلتني سوى علي ميز سوى علي ميز انت بليمك بحركات وقصم ونشرب تيك توك حذرتك طش عمو طش عمو ماشي طش عمو اثنين بالفرع ما يعرفوني عجلة ورقة وقص وش انه سديت اكثر متاخر من بينه من التسويق سؤال يا ردهم يا شوف الغلطه دائما انا يا عم يلا 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 والله هم متاخر والله متاخر يا جاي جاي متاخر علي الجزئين من الثاني والله شنو هسه اقرب لك قبل شوي فجاه انا خلاص ها انت غلطت اذا غمض عينك غمض عيني وسوي حجر انا خلاص يلا افتح عليك الحق دائما ينتصر يفوز الحق ينتصر شنو شوفني شوفتك عشرة سنة ولد مشهور بالسوشيال ميديا انتقلت على اليوتيوب عجب انتقلت ايه ولا انتقلت على اليوتيوب باسمه يعني مو هو مسويها مالته ها هو مسويها لك ما اعرف مشهور بالتيك توك يعني هواي عنده مقاطع بالتيك توك يعني عام طاشه اي طاشه بالضبط اي عنده حساب على تيك توك ها لا لا جيب سؤال خال جواب راح يحسبه جيب صار هسه صار خمس لا خمسه لا ايش شنو غلب يا مال غلب يا ابوي ولد ولد مشهور على السوشيال ميديا عنده حساب على تيك توك عنده حساب على يوتيوب غلب يا غلب جاي غلبه كان هنا جاي كامل القوى العقلية؟ ها؟ يعني صح هو عاقل حال حالنا لو ما تعرف هيك يعني جاي لك يعني كامل القوى العقلية ولا لا؟ معقول كامل القوى العقلية؟ وما مسوي له حساب على التيك توك وعلى اليوتيوب من العراق؟ بهذا التلفزيون؟ انت ما جاي توضح علي يعني ما عرفته وضح علي لازم اذا قلت ثلاث اسماء تكتشفه ميت له علي اولا تاي بقى بقى في تبت ثانيا جون كوك شنو جون كوك قلت لك ما اعرف ما ادري ايش خاص ما اعرفهم هذا الموجود اشرح لي منو هذا جون كوك ثالثا جيمي جيمي نستبعد هذا اي استبعد انا هاي تاي اعرفه هذا تاي جون كونك جيمي جون كوك تاي تاي الحفزة تاني ما اعرفه ما تدري سويت؟ رحت كتبت اعضاء فرقة بي تي اس على الجوجل عرفت والله احنا ما اعرف على الجوجل كتبت اعضاء فرقة بي تي اس طلعوا ذول ثلاثة اي اعرف جون كونغ بس ذول ثلاثة اعرف تاي وجيمي بداية ما حبتنيش والله ايش ما؟ تأكد ولا لا؟ شنو؟ عادي ما تذبح ما تذبح يا حركات ما شرطه